خلونا عندنا النهارده تفاصيل كتير في حلقتنا النهارده، تعالوا نتعرف على العناوين. منتخب اليد يصل السويد في اخر معسكرات الاستعداد اولمبياد باريس. منتخب الطائرة يخسر من ألمانيا وديا استعدادا لأولمبياد باريس. عمرو أكيد وإبراهيم كريم على منصة تتويج بطولة الجائزة الكبرى للرماية. منتخب ألعاب القوى يطير إلى فرنسا 20 يوليو استعدادا للأولمبياد. منتخب المصارعة الحرة في روسيا غدا استعدادا لأولمبياد باريس. مصر تحقق ذهبية بطولة موسكو الدولية للفروسية. الكاراز يحقق لقب بطولة ويمبلدون للتنس. اياكا 4 وي تحقق لقب بطولة ايفيا للجولف. فريق الدوري الوطني يتغلب على منتخب امريكا للبيسبول في مباراة كل النجوم. فرنسا تتصدر المرحلة الأولى لسباق سان فرانسيسكو للقوارب.